السلام عليكم ورحمة الله. ما هي الحلول المتاحة أمام مجلس النواب العراقي لمعالجة مقترح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حول عدد المقاعد للمصوتين في الخارج؟ وما هي قانونية الاعتراض بعد التصويت على القانون؟ وما هي مواقف الكتل النيابية بشأنها؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تعطيل قانون الانتخابات في حال لم يستجب البرلمان لهذا الاعتراض؟ موضوع حلقتي هذا اليوم من برنامج العراق اليوم التهديد بنقض قانون الانتخابات العراقي، والذي سنناقشه مع ضيوفنا من بغداد الدكتور عزيز جبر شيال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، وأيضا رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب. سنناقش هذه الاستفسارات وبالإضافة إلى أسئلة أخرى، ولكن بعد هذا التقرير. يتواصل الجدل في مجلس النواب العراقي حيال الرسالة التي بعثها نائب الرئيس طارق الهاشمي، والتي اشترط فيها مصادقته على تعديل قانون الانتخابات بزيادة حصة الناخبين في الخارج من المقاعد التعويضية في الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجري في 18 من كانون ثاني يناير المقبل. وقد أثارت رسالة الهاشمي التساؤلات حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، هذا وقد طلب الرئيس جلال طالباني مجلس النواب قبيل توجهه إلى فرنسا بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم من 5 إلى 15%. واختلفت التفسيرات الدستورية حول تأثيرات مواقف عضو مجلس رئاسة الدولة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته بالإجماع وليس بالغالبية. وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم اتخاذ أي قرار ضمن المدة المذكورة يعتبر القانون نافذا. وقرر البرلمان في تعديلات قانون الانتخابات مستوى تمثيل أفضل للأقليات وللمصوتين العراقيين المقيمين في الخارج الذين تحسب أصواتهم للقوائم التي حصلت على أعلى نسبة محليا وليس على المستوى الوطني. وخصص القانون 8 مقاعد لكل من الأقليات، 5 منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والإيزديين، وثمانية أخرى للعراقيين في الخارج. ونحيي من جديد مشاهدينا الكرام ونحيي ضيوفنا في هذه الحلقة، ونبدأ بالدكتور عزيز شيال. دكتور شيال، بداية، لماذا برأيك اختار السيد طارق الهاشمي هذه اللحظة الحرجة إذا صح التعبير للاعتراض على نسبة مقاعد الخارج؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين الكرام الذين يشاهدون هذه القناة. قبل أن أجيب بودي أن أسجل حزني العميق على ما جرى لقناة العالم خلال الأيام المنصرمة، والذي تم حل المشكلة والحمد لله. موضوع اعتراض السيد الهاشمي هو موضوع ضمن القانون وموضوع دستوري ولا غبار عليه، إذ أن الاعتراض هنا قد جاء ضمن صلاحياته وضمن ما أتيح له بموجب الدستور العراقي وبموجب صلاحيات نائب الرئيس ومجلس الرئاسة. هذا الموضوع لا أريد أن أدخل فيه بالتفاصيل ما دام معنا الخبير القانوني الفذ السيد الأستاذ الفاضل الأخ طارق حرب، لربما يضفي على هذا الموضوع المزيد من الإضاءة لكونه هو متخصصا في هذا الجانب. بالنسبة إلى الاعتراض، كما أسلفت، هو اعتراض قانوني ودستوري وضمن المدة المحددة. لكن لماذا هذا السؤال بالحقيقة يسأل به السيد الهاشمي، ولكنني كمراقب أرى أن السيد الهاشمي هو ليس فقط في مسألة التوقيت، ولكن هو توقيت القانون كله جاء في الحقيقة في وقت محرج ووقت غير مناسب
لا للمفوضية ولا لكي يفي الإخوة أعضاء مجلس النواب بما وعدوا به الشعب بموجب القانون وبموجب الدستور وبموجب ما صرح به الجميع من رؤساء كتل، وفضلا على السادة النواب الجميع كانوا يقولون بأننا نريد أن ينجز هذا القانون بأسرع وقت، وإذا بالقانون يحمل معه بعض المشاكل. هذه المشاكل كان يفترض أن تحل، لكن ما دام الأمر قد مرر أنا أرى هنا أن الاعتراض جاء لغرض ضغط انتخابي وكذلك لغرض الاستفادة إعلاميا من هذه المسألة، إذ أننا تعلمنا من السياسيين جميعا هو أن دائما يجيرون كل شيء لصالح المساجلات السياسية ويدخلون كل شيء في دهليز المساومات، وبالتالي أحيانا حتى يؤدي إلى فقدان الشيء لمعناه. بالنسبة إلى القانون، قانون مر وبعد مساجلات طويلة وبعد مخاض عسير، وإذا به نفاجأ، وكنا نتوقع هذا الأمر ليس من الهاشمي وإن لربما من السيد عادل عبد المهدي أو حتى لربما من فخامة الرئيس. هذا الموضوع في الحقيقة كان جميع العراقيين يتوقعون ذلك، إذن هو لم يكن بالمفاجئ ولم يكن غير دستوري، لكن التوقيت هو جاء في الزمن الصعب وجاء في الوقت الذي يفترض أن تنصرف فيه المفوضية لأداء أعمالها، وهي التي طلبت مهلة من البرلمان. أنني بالفعل أرى هنا أن اعتراضات السيد الهاشمي بالإمكان أن تعالج لأنها لا تمس جوهر الأشياء الفنية في القانون. نعم. بالعودة إلى الأستاذ طارق حرب، دستورية وقانونية هذا الاعتراض سيد حرب، خاصة وأن الدكتور شيال أشار إلى أن هذا الموضوع أو هذا الاعتراض إذا صح التعبير هو دستوري وقانوني ولا غبار عليه، لكن حساسية اللحظة التي أثير فيها لماذا لم يثر قبل ذلك حتى يناقش مع بعض باقي الثورات التي نوقشت في قانون الانتخابات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا قبل أن أدخل هذا الموضوع لابد أن أذكر ألحوظة معينة، هي أن المدة المقررة لإصدار القوانين من مجلس الرئاسة 10 أيام وليست 15 يوما كما ورد في التقرير. المادة 138 صريحة، إصدار القوانين أو الاعتراض عليها من مجلس الرئاسة هو 10 أيام وليست 15 يوما. وبما أن القانون قد تم الموافقة عليه من مجلس النواب يوم الأحد الماضي واليوم ثلاثاء، يمكن يكون غد آخر يوم من أيام الفرصة التي أتيحت لمجلس الرئاسة في ممارسة صلاحياته. وبالتالي طالما أن ما أورده فخامة النائب الثاني رئيس الجمهورية هو ملاحظ وصايا توجيهات وليس نقض بالشكل المحدد بالدستور، إذ كما يقال أن اختلاف المصطلحات يؤدي إلى اختلاف المفاهيم القانونية، تباين العبارات يؤدي إلى تسميات يؤدي إلى تغاير المسميات، فالمصطلح الذي استخدم الدستور هو النقض، عدم الموافقة. هنا ليس بعدم الموافقة أو النقض، وإنما رسالة أوجهها فخامة النائب الثاني رئيس الجمهورية لمجلس النواب. لذلك تجدين أن هذه الرسالة كانت محل رؤى مختلفة من قبل أعضاء مجلس النواب، وغالبيتهم ترى وهم صائبون في رؤيتهم إلى أن هذه الرسالة لا يمكن أن تكون أساسا دستوريا أو قاعدة قانونية يترتب عليها إجراء معين. بالمناسبة أن هذا الأمر يعني حتى في قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 بعد أيام تولى مجلس النواب تعديله بالقانون رقم 44 لسنة 2008، ثم أن هذا ما طلبه فخامة النائب الثاني رئيس الجمهورية لا يتعلق بكل الجوانب الفنية الخاصة بالنسبة لما يتعلق بالعملية الانتخابية ابتداء من تسجيل المرشحين انتهاء لإعلان النتائج، وإنما يتعلق بزيادة عدد النواب الذين يمثلون العراقي في الخارج. نحن على تجربة الخارج ب 2005 خبصونا قالوا نريد نشارك بالانتخابات، يابا كم انتم؟ قال 2 مليون 3 4
أرقام المفوضية المثبتة لدينا أن مجموع من شارك من العراقيين في الخارج 267,000 فقط،